بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن بعد أن فرغنا من الكلام في بيان معاني الآيات السابقة، قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، إلى قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، نريد الآن في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أن نستجلي ما في هذه الآيات من عبر وأحكام. فمنها قوله: فمنها يؤخذ من هذه الآيات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم، لأن رسالته عامة للبشرية، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم للناس عامة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، فخاطب أهل الكتاب مع أنهم أهل كتاب، لكنه نسخ بالقرآن وصار العمل بالقرآن إلى أن تقوم الساعة، فيجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، وذلك تنفيذ لما في التوراة والإنجيل من الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فمن لم يتبعه وأراد أن يبقى على دين اليهودية والنصرانية فإنه كافر، كافر بالله سبحانه وتعالى، عاص متمرد على أمر الله سبحانه. ويؤخذ من هذه الآيات بيان معجزة من المعجزات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يبين لهم ما كانوا يخفون من الكتاب، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل كان يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، ويبلغ عن الله سبحانه وتعالى، حتى أطلعه الله جل وعلا على ما في التوراة والإنجيل، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب بيان ما في كتاب الله، ولا يجوز إخفاء شيء منه، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فدل على أنه يجب بيان ما في الكتاب من أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز كتمان شيء من ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات أن من أخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه، هذا كافر بالله جل وعلا. قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية العفو عن المسيء إذا كان ذلك خيرا من مؤاخذته،
فإنه صلى الله عليه وسلم من أوصافه كما في الآية أنه يعفو عن كثير، فالعفو عن المسيء إذا ترتب على ذلك استصلاحه وترتب على ذلك مصالح فإنه يشرع العفو. ويؤخذ من هذه الآيات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور كامل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو نور كامل يهدي إلى الحق، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو نور وهو روح كما وصفه الله جل وعلا بذلك، نور وهو روح وهو شفاء إلى آخر أوصافه التي وصفه الله بها. يؤخذ من هذه الآيات أن القرآن هدى لمن اتبع رضوان الله، أما من اتبع سخط الله فإن القرآن لا يزيده إلا ضلالة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يؤخذ من هذه الآيات أن عدم قبول الحق سبب للحرمان، فمن اتبع ما يرضي الله فإن الله يهديه سبل السلام، ومن اتبع ما يسخط الله فإن الله سبحانه وتعالى يتركه ويخذله ويهيم في الهلاك. يؤخذ من هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور والهداية للصراط المستقيم، لأنه الدال على الله وهو البشير النذير والسراج المنير عليه الصلاة والسلام، فلا طريق إلى رضا الله وإلى جنته إلا باتباع هذا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وطاعة هذا الرسول طاعة للرسل السابقين، ومعصية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصية للرسل كلهم، لأنهم كلهم سلسلة واحدة يجب الإيمان بهم جميعا، فمن كفر بواحد منهم فإنه يكون كافرا بالجميع. يؤخذ من هذه الآيات كفر من قال من النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه إحدى مقالاتهم من غلوهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي أنهم قالوا إن الله هو المسيح، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، مقالات شنيعة والعياذ بالله، ما قالها أحد من البشر غير النصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، فهم مثلهم، لكن النصارى أشد وأغلظ مقالة قالوها ما قالت بها البشرية كلها، أسأل الله العافية. وأيضا يؤخذ من هذه الآيات تحريم الغلو، الغلو في الأشخاص أو الغلو في الدين والعبادة أو الغلو في الأحكام، والواجب الوسط بين الغلو والجفاء، الوسط والاعتدال في الأمور. فالغلو في الأشخاص يفضي إلى عبادتهم من دون الله، كما أفضى بالنصارى إلى أن عبدوا المسيح وعلقوا الصليب على صدورهم ونصبوه على كنائسهم وعبدوه، يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام،
حينما قتل وصلب وكذبوا في ذلك، نسأل الله العافية. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.